هناك كبيرة صايرة الأيامات هذه على برنامج الكل في الكل اللي قدم فيه فيصل الحفيري على قناة تونسنا، برشا حديث على البرنامج هذايا، وكريمة قاسم الإعلامية المعروفة واللي كانت كرونيكوز في البرنامج هذايا خرجت وعطت تصريحات صادمة، تصريحات معناها تحكي على عنف، تبادل عنف في البلاتو بين الكرونيكور، وقالت لي عندها مشكلة كبيرة برشا مع شركة المنجة مش مع القناة، وقالت لي استقالتها من البرنامج وخروجها من البرنامج هذايا الأسباب كبيرة برشا ومتعدة، وقالت لي فما برشا تخلبيص في البرنامج هذايا، كل بلاتو يبدلوا حاجة، يخرج كرونيكور يجيبوا كرونيكور، ما هماش ما فماش استابيليتي في البرنامج هذايا، قالت فما حاجات مش مقبولة، حاجات مش أخلاقية، توصل حتى الضرب للكراسي، قالت فما كرونيكور تضرب بكرسي، وزاد فما حديث على انه فيصل الحديدي قاعد يحقق لانه يعني متهم معني في القضيه هذيا. من جهته فيصل الحديدي عبت فيديو على صفحته الرسميه يحكي فيه على حقيقه تبادل العنف وحقيقه ضربه لاحد الكرونيكورات اللي يخدموا معاه، وانفي نفي مطلق وقال ما فهمش منها الحكايه، وقال اذا كان انا مشيت نحقق بما في باليش وما فهمش منها حكيت ضرب، وعملوا فيديو كوميدي معناها يسخروا فيه من الناس اللي قالت فما يعني تبادل عنف في البرنامج هذا. لكن البرنامج لقى برشا انتقادات من في الأوساط الإعلامية على اعتبار أنه برنامج مش واضح في استراتيجيته منذ البداية، وكل مرة يدخل كرونيكور ويخرج كرونيكور ومش مفهوم بالضبط شنو هو التوجه متاعو. هذه أول تجربة لفيصل الحذيري، كان الأجدر أنه يركز ويختار فريقه من الأول خير من اللي تحصل مشاكل هذه، وإلا كل حلقة نشوفه كرونيكور جديد ولا كرونيكوز جديدة، واحدة خرجت واحدة دخلت، دونك يحب ذاك كان ينجم يكون برنامج استاب الأكثر من هكذا.